أولا الفترة اللي قعدوها فترة طويلة، ويمكن ده اللي تناولناه حتى لما كان في اجتماع مع اللجنة الخماسية. 3 شهور يعني بعد كبير جدا للرياضي بصفة عامة، فما بالك لاعب كرة القدم. وكان هناك اقتراح ان هم يضغطوا العملية بدء التدريبات وفترات الإعداد، وده اللي قبلناه طبعا برفض، لأن الوقت الضغط هيبقى ضره أكتر من إيجابياته، خاصة مع البدايات. وده برضو اللي تناولناه خلال الفترة اللي فاتت دي. السلبيات اللي هتلاقيها طبعا ما فيش شك احنا هنضغط على اللاعبين، نتيجة ان طبعا ان القرار اللي احنا اتفقنا عليه ان الدوري هيطلع الجدول بتاعه خلال الاسبوع ده او الاسبوع اللي جاي بكتير على ما يعني ما قالوا لنا، وان البداية هتبقى يوم 15. يوم 15 يعني لو حسبناه 6 أسابيع، فالوقت ذات نفسه غير كافي. فعشان كده احنا فهمنا اللاعبين طبيعة المرحلة اللي احنا داخلين فيها، لابد ان هو يكون فاهم ولابد ان يبقى فيها التضحيات. الحاجة التانية اللي اتكلمنا فيها وبإيجابية، ودي اللي مش هنسمح فيها بأي تخاذل، اللي هي الناحية الطبية، لان اللعيب طبعا بيسيبك التدريب ويروح يحتك برا. فالنواحي الطبية اصبح كل لعيب دلوقتي بعد ما نعمل مسحة بكرة ان شاء الله يوم الحد، قصدي المسحة التانية، هيبقى مسؤولية تامة عن حياته. فبرضه لازم اللعيب يكون عنده وعي بالشكل ده، رغم ان النادي طبعا وفر الاجراءات الاحترازيه الطبيه اللي معموله في الكود بتاع الطب بتاع وزاره الشباب، لكن يبقى برضه حرص اللاعب على نفسه ان هو ازاي يحافظ على نفسه بشكل كبير. هنبتدي واحده واحده تدريجيا، انا فاهم طبيعه المرحله ديت طبعا، وان شاء الله باذن الله نطلع المخزون اللي لدى اللاعبين بشكل كبير، ونستعد خلاص. احنا ما قدمناش غير ان نستعد لبدء المرحلة اللي جاية لدخول خلاص في معمعة المباريات. ده اللي أنا فهمته حتى في اجتماعي مع اتحاد الكور، إن في إصرار على العودة. حالة اللعيبة إيه كنت شفتها بعد ما لعبت؟ وأنا يمكن لاحظت إن يوم المسحة كان في مثلا أكتر من لاعب وزنه معقول. والله حاجة مبشرة صراحة، يعني خاصة من ناحية الأوزان اللي أنا كنت متخوف منها بشكل كبير، ويمكن إحنا كمان هنشتغل عليها بشكل يعني كبير برضو على لكن الأولاد يعني دخولهم مبشر صراحة. بالنسبة لفترة الإعداد، حضرتك رفضت إن أنت تستنى لإجراء المسحة التانية عشان تضغط وعشان تستفيد بالوقت. استفيد بالوقت بالظبط، هي العملية كلها استفادة بالوقت، لأن أنا أصبح دلوقتي كل دقيقة بتمر علي أنا بفقدها، أنا بفقد وقت. فأنا خاصة اللاعبين خلاص وصل حالة الزيرو، فأنت محتاج تبني فيهم واحدة واحدة. فالوقت بالنسبة لنا هو العامل اللي يمكن يكون ضدنا بشكل كبير، عشان كده احنا بنحاول نتغلب على الصعوبات اللي فيه. هل ممكن يكون في خطط حضرتك بعد كده ممكن تعمل نظام اليوم الكامل؟ احنا لما فر هنعمل الضغط بتاعت التدريبات ديت مفيش شك، لكن اليوم الكامل هنا زي ما تشايف كده لازم اللاعب نمره واحد في الضغط ديت، زي ما بنضغط عليه في التدريبات لازم يبقى عنده قسط من الراحه بشكل كبير جدا. فهنطبقها بس مش دلوقتي، من خلال المعسكرات ان شاء الله. هل في اي تجربه كابتن لاي من الفرق الدوريات الاخرى، الدوريات اللي رجعت زي الدوري الايطالي الانجليزي الالماني، هل عندنا نماذج ممكن نطبق زيها او حتى جزء منها؟ يعني شوف احنا كل بلد وطبيعه لعبتها هي اللي بتفرض اللي قدامك الامور ازاي تتعامل معاها. العقليات بتاعت اللاعبين البروفيشنال بره غير عقليات اللعيبه عندنا. يعني هناك ممكن يخش بمخزون على الاقل 30% من الناحيه البدنيه، يعني يساعد. انت بتتفرج امبارح على تشيلسي والمان سيتي، الامور البدنيه بتاعت عندهم يعني مش متاثره بشكل كبير جدا، رغم العدد الكبير في الاصابات في الدوري الالماني وبرضه في الانجليزي. انا شفت راموس انصاب، وده راموس ما بتصابش. ميلنر في ليفربول نفس الكلام، من الناس اللي هي انا قصدي من اللي هي عملها دايما متواجده بشده داخل الملعب، لكن ده متوقع بشكل كبير جدا. فعشان كده احنا هنحاول نتلافى الموضوع ده اللي هي الاصابات الكتيره اللي ممكن تنتج من خلال فتره الاعداد. ما تنساش حاجه حتى لما انا جيت كان في اصابات كتير، وده عندنا احنا بالذات في المصري بيأثر بشكل كبير، نظرا لان احنا عندنا مشكله معقده حتى الان بنحاول نحلها لعمليه القيد. فطبعا دي احد المعوقات بشكل كبير، نواقص في الاماكن الحساسه زي حراسه المرمى زي خط الديفنس،
بنحاول نتغلب عليها بشكل كبير عشان ما نقفش عند دي، باستخدام طبعا فتح لينك مع الكابتن ميمي عبد الرازق انا في تصعيد خاصة في الخطين دول مجموعة من الناشئين، بص عليهم ونقيمهم والجيد فيهم ان شاء الله ندفع بيه باذن الله في المرحلة الجاية. هل بدأوا الناشئين مع حضرتك على معاملة؟ بدأوا على طول. انا معامل يعني فاتح خط مع الكابتن ميمي وقلت له عن نواقص الاماكن وهو حضر لمجموعة من اللاعبين، هنبص على قدراتهم، الكويس هيواصل ومش الكويس هينزل فرقته. علمي ان حضرتك كنت طالب الطلب ده قبل ما تسافر رحله المغرب. بالظبط، لان انا طبعا لما جيت لازم، ما انا لازم اضع حل لنفسي، انا ما انا في الاخر اللي انا هتضر والنادي اللي هتضر، فلازم انا اضع حلول حتى لو كانت انصاف الحلول، بس في الاخر ممكن تطلع لك نجم. يعني احنا حتى في الحرس قبل ما اجي احد المكتسبات ان احنا الزناري اللي هو الصغير 99 وادى بشكل كويس، ممكن هتلاقي في المصر اكيد مواهب، اكيد هتلاقي مواهب. على ما اعتقد برضو جريندو يعني طلبت ان هو يرجع او بعد، لا ما فتحناش الكلام، فتحناش في الكلام ده خالص لسه ما، لان احنا انا ما كنتش عارف الوضع اللي هيرجع ليه الدوري ايه. بس على الموسم الجديد يعني الموسم الجديد لا ربنا، شوف انا كل عقلي يعني عقلي وتفكيري منصب على الوضع الحالي الواقعي، بعد كده نفكر في اللي بعد كده. بالنسبه للعيبه، طالما احنا فتحنا موضوع اللعيبه، بالنسبه للقيد، القيد موقوف، فهل القيد ده هيمنع رحيل اي لعيب حتى لو جاله عرض كبير في الوقت الحالي؟ طبعا يعني مفيش مجال شك ان في اي لعيب يمشي. مفيش، انت يا استاذ محمد عدي غنمك يا جوحه يعني فمش ممكن يعني هتنقص من، وخاصه احنا لينا تارجت معين وهدف معين، عاوزين نعود للمكان الطبيعي للنادي المصري، فعشان نعود لازم نحافظ على القوام الاساسي، ولو فتح القيد نجيب كمان زيهم عشان نقدر يعني نواكب الحدث في ظل الضغط المباريات اللي هتحصل. انت محتاج جيش جرار من اللاعبين الكويسين، فعشان تعمل ده يعني اي لعيب هيمشي من الفرقه هيضر الفرقه. طيب بالنسبه للمساحات اللي ظهرت في الانديه الثانيه وظهر في حالات ايجابيه كتير، الكلام ده ما بيصيرش قلائل عندك خاصه لما الدوري يرجع والمنافسات تشتد؟ والله بص انا عاوز اقول لك حاجه، متوقع اصلا قبل ما يبداوا الدوريات في بره كان في حالات الدوري الانجليزي والدوري الايطالي وسببها اتلغى، يعني بسببها كان ناس متخوفه، احنا جزء من الشعب يعني ومخلطين، فلما هتيجي هتلاقي اكيد لازم هتبقى في حاجات ايجابيه يخوفني. لا بس لازم اعمل انا اجراءات الاحترازيه عشان اخاف، ما ده برضو انذار عشان انت تخلي بالك على نفسك. بالنسبه لقله اللعيبه اللي عند حضرتك المقيدين زاد الاصابات، لا قدر الله لو حصل فيه الحمد لله يعني اصابات في الناس اللي موجوده اللي كانت بتشارك رجعت، يعني واحد زي مسعود، واحد زي بهاء، ناس اللي هي كانت بتشارك، لكن في ناس زي جمعة بقاله فترة طويلة جدا جدا ولسه وما زال مصاب، واخد بالك؟ فيعني برضو من العناصر اللي هي دي، فالناس اللي هي اصلا ان ممكن تعتمد عليها في المرحلة دي يعني الحمد لله، يعني الشيء المبشر ان هم جم. عماد فتحي برضو قرب يا كابتن، عماد برضو يعني داخل في مرحلة الست شهور اهو، فيعني محتاج كمان يتأمن في حدود شهر شهر ونص كمان عشان يقدر يبقى انت امان بالنسبة له. يعني مش هتدفع بيه او مش هتستعجل؟ لا، خاصة الاصابات اللي هي بتبقى كبيرة ديت انت محتاج يعني اعداد لها بشكل كويس، وخاصة لما يبقى لعيب بعيد عن الفترة المشاركة ديت يعني برضو محتاجة تدريج انك ازاي تدخله مع الفريق. كان في حديث بيني وبين حضرتك من 3 شهور على ما اعتقد، كنت حضرتك قلت ان في بعض اللعيبة حضرتك شايف ان هم كده كده هتمشيهم سواء القيد فتح او قفل، لان هم بتعتبرهم على حسب ما حضرتك قلت بالظبط كده نصا موظفين، النادي ما بيستفادش منهم وهم بياخدوا فلوس بس، وانت مش بتاع الاتجاه ده. الكلام ده لسه مستمر لغايه دلوقتي الموقف ده؟ بعض اللعيبه زي حضرتك ما سميتهمش. والله شوف الملعب هو دايما المقياس، و للاسف في المرحله دي احنا يعني محددين باستكمال اللاعبين معانا، وفي فتره كويسه يعني الامور تغيرت بشكل كبير، بمعنى ان دلوقتي اصبح عندك 6 اسابيع للاعب ذات نفسه يعيد حسابات نفسه،
والملعب من جديد. يعني احنا بنعمل فترة اعداد جديدة ولكل من هو يريد اثبات نفسه من جديد. يعني نعتبر بلدك اديت لهم فرصة تانية. فرصة لكل الناس. لذلك انت انا جايب كل الناس معايا الفترة دي في بورسعيد لمدة 15 يوم عشان يعني ادي لنفسي فرصة ان انا اكون شفت الناس بما فيهم الولاد الصغيرين. مين اللي هيقدر يواصل معايا في المرحلة القادمة ومين اللي خلاص يعني مش هنعتمد عليه. بالنسبة انت عرفت ان حضرتك كنت طالب ان يتعمل معسكر في برج العرب لكن الازمة المالية منعت الكلام ده. لا ما كانش الازمة المالية. احنا لحد دلوقتي برضو احنا كده كده خلاص هنعمل معسكر ان شاء الله. ليه؟ احنا كده كده بنستعد. حتى الان مفيش يعني شيء رسمي من الاتحاد يقول لك ان في دوري لسه. امتى يبقى شيء رسمي؟ لما خلاص الجدول اتبعت وان المباراه تحدد بالازمنه. يعني التواريخ هي التواريخ وارسال الحاجات الرسميه الجداول الرسميه هي اللي بتديك. فاحنا مأجلين ده لحد ما نشوف الوضع. واحنا لحد دلوقتي مش عارف برضه هل هيبدا دوري ولا مش هيبدا دوري. كلام كتير على البدء لكن البدء بدون انك تعضده بشيء رسمي. فاحنا مستنيين نشتغل على الواقع بس يجي التحديد الكلام وبعد كده هننقل لها. ومع ذلك المعسكر ان شاء الله هيقيم لان سواء استئناف او بدء نشاط جديد يعني لازم احنا نستمر. لازم احنا نعد نفسنا. يعني ليه شايف يا كابتن ان اتحاد الكوره متاخر في اتخاذ القرار سواء البيت او مش عارف المسألة. ده حاجه تخص اتحاد الكوره. المفترض ان هو في بلان واستراتيجيه. خلاص قعدوا مع رؤساء الانديه قعدوا مع المدربين وخلاص هم بيعملوا استنتاجات على كل ده وهيطلعوا مفترض. شايف ان دي ممكن تعطل شويه من استعدادات الانديه؟ لا بالعكس كل ما انا هحتاج وقت اكتر بالعكس هيفيدني. يعني عوده استئناف النشاط هي عوده يعني نقدر نقول حتى لو الدوري تم الغائه او استكماله فانت بتبدا فتره اعداد جديده على حسب على الحته للناحيتين. انا كده كده بستعد سواء لكده او لكده. المشوار بتاع النادي المصري الموسم ده مختلف عن المواسم اللي فاتت وحضرتك يمكن جيت في توقيت صعب شويه. خلينا نتكلم على يعني بدايه فتره الاعداد دي لان اللي فات انا جيت في وقت ضيق زي ما انت قلت فما كانش فيه يعني انا ما اتحملش مسؤوليته وانا ما عملش حاجه ما عملتش حاجه لحد دلوقتي. بالظبط. ما هو زي ما احنا متفقين ان برده حتى الفتره اللي جايه برده فترة صعبة ان صعبة. انت ممكن ان انت تتحمل المسؤولية فيها ان انت ما اخترتش لعيبة ما اخترتش اعداد اتفرض عليك. لا خلاص الاعداد خلاص يعني حقيقة هو لو انت بتتكلم على اللاعبين. عندي طموحات في ان لعيبة ممكن تكون موجودة تانية بشكل كبير. لكن خلاص انا بتكلم في امر واقع لان قد يمتد القرار ليناير زي ما هو معمول ما يتحلش. فمش يعني انا مش هفضل يعني متكتف الايد. فلازم اضع لنفسي حلول ويمكن عندي يعني عندي خبره في التعامل في المواقف الصعبه ديت شويه ربنا يكرمنا. ممكن التارجت بتاع النادي المصري اللي هو بيحلم بيه ما يتحققش في ظل الظروف الحاليه لكن احنا بنحاول نرتقي بكل ما هو متواجد داخل النادي المصري. طيب انا 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 شايف ان حضرتك بتلعب بطريقه لسه ما حددتش الطريقه لحد دلوقتي. لا ده انا هتكلم على سابقا اسلوبك المعروف ولا ممكن يتغير مع مدريد. والله ممكن يتغير. انا عاوز بص بتلعب بطريقتك. بص انا عاوز اقول لك بص عشان افهمك على شيء يا محمد. اي مدرب ناجح هو اللي يضع ما هو يناسب اللاعبين. يعني انا ما بتحبش انا دايما واقعي ما بتفلسفش. انا كلنا بنشوف اسلوب جراديولا بنشوف اسلوب مورينيو بنشوف كلوب لكن ممكن الاسلوب ده ما يناسبش اللعيبه بتاعتي. فاحنا بنحط اللاعبين ذات نفسهم وقدراتهم هي اللي بتخلينا انا اختار ما يناسب اللي ينجح اللاعبين. لكن المنهج الثابت اللي احنا شفنا ما ممكن الاسلوب ده ما ينجحش معاه. فانا بشوف الاول امكانيات اللعيبه بتاعتهم ايه وعلى اساس ان انا بحط الطريقه اللي تناسب ال يعني انا مش متزمت بطريقه معينه وهفرضها عليهم وهم في الاخر ما ينفذهاش. مش كده ولا ايه؟ مظبوط. لكن ما نعتبرش ان حضرتك برضه هتبدا بالكتناتشو. لا ده اسلوب اصلا انا متميز فيه. ما هو ده اللي انا بتكلم عليه. لا بص الكره الحديثه يا محمد
ما بتفرقش بين هجوم بس ودفاع بس، لا لازم الكل يبقى بيدافع كويس. انا بتكلم يعني از توتال يعني كتيم، لازم يكون عنده ميزه الدفاع الجيد عشان تقدر تهاجم كويس. لكن انا عندي دفاع ضعيف دفاعاتي جدا. كلنا متفقين ان في عند كل مدير فني موهبه. كابتن جوهر الله يرحمه كان استاذ في الدفاع. ابدا يعني انتوا بتهمني كابتن جوهر غلط صراحه. والله انا لا كابتن جوهر لو هو لو هو بيدافع بس لو هو بيدافع يبقى مش هيصل لمرمى الخصم انت فاهمني. لكن انا بتكلم على ان هو استراتيجيته ديت عشان ينجح. تاخد بالك ازاي ياخد من اللاعبين ما هو ينجحه. لكن انا لكن انا اهاجم بمجرد ان انا يبان عليا ان انا شكلي كويس وفي الاخر كل ماتش انا اتغلب في الاخر انا اللي هاخد شنطته وامشي. كنت ناجح اساسا بالطريقه ديت في حرس الحدود وجبت بيها في كل الفرق. انا في كل الفرق حتى مع انبي وعنبي كلهم لما كانت اي مدرب لازم يهتم من ناحيتين، ناحيه الدفاعيه وناحيه الهجوميه، لازم يهتم من ناحيتين واخد بالك. لكن مدى مقدار امكانيات اللاعبين على تنفيذ المهام هي دي الاهم. تاخد بالك اللي هنا بقى بيرجع هنا ايه لشخصيه المدرب في الزام اللاعبين على التنفيذ. يعني انا عاوز يتقال مثلا زي ما انت بتقول كده حضرتك انك شفت في كل فرقه انا مرنتها ده اسلوب وشخصيه طارق العشري. بالظبط هو المشكله كابتن احنا عندنا خط الدفاع على ما يمتلكوه من نقدر نقول مميزه ومجهود ان شاء الله يكونوا احسن من كده. خلال الدور الاول كان عندهم حاله من اهو السكاوتنج بيقول كده نسبه الاهداف اللي دخلت فيها كتير كده. بالظبط كده ان شاء الله يبقوا احسن من كده. نبني على كده الاعتماد على تعديل المستوى كابتن هياخد من كابتن طارق وقت قد ايه شايفه يعني حتى ما استجاب. مفيش انا لازم اعد نفسي في خلال الست اسابيع دول عشان هنطلق دوري. يعني الوقت ذات نفسه بالنسبه لي ضيق. انا قعدت في الحرس سنين كتير عشان الحرس يتفوق واخد بالك. لكن انا مشكلتي عامل الوقت. لما جيت كان الوقت قصير لكن دلوقتي اتيحت لي ست اسابيع احاول بقدر الامكان ان انا اخد اكبر مكتسبات عشان الفرقه دي ترجع تاني احسن من ما كانت. في لعيبه اوصى كابتن طارق العشري بالتجديد ليها والاستمرار مع الفريق؟ في طبعا كل لعيب من اللعيب المتواجد معانا وليه دور اساسي هيتواجد معانا ان شاء الله. لا في في حد خلال الخطوات الجايه ممكن لسه انا ما اطلعتش مين ال مين العقود هتنتهي حتى الان. لكن مثلا مسعود ده من العناصر الاساسيه يعني متمسكين بيه ايدينا واسناننا. مسعود ظهرت عليه حاله من الغضب شويه كابتن مع انتشار اخبار التعاقد مع حارس مرمى اخر حس بالتقليل شويه. لا بالعكس ليه احنا عاوزين جنب مسعود واحد زي مسعود كمان. ليه؟ الظروف حكمت لما مسعود احد العناصر الاساسيه اللي هنعتمد عليه تمام. لكن الظروف اديك شفت على تجربه واقعيه لما هو انصاب قد ايه احنا اهتزينا في المركز ده. رغم ان عندك احمد عبد الفتاح مش وحش وحتى الولد الصغير اللي جاي محمد شحاته بيمسك واحد وحتى في الولد بغدادي برضه بيمسك واحد. لكن في مرحله هم تحملوا مسؤوليتها. انا كنت بقول لهم يا ابني انتوا تحملتوا مسؤوليه نادي كبير في توقيت خطا في الاخر يعني احنا بنسميها كده بيتحرق بدري. لكن ممكن يتقدم في توقيت بعد كده كويس الناس كلها تتقبله. فعشان كده احنا بنحاول ان شاء الله اذا فتح القيد نجيب جون كويس جنب العناصر المتواجده ترفع المستوى. النهارده انت لما في مركزي سنتر هاف مثلا موجود ايمن كويس الاثنين هيشدوا بعض في المركز. وبعدين خلي بالك مع الضغط ده ضغط المباريات انت محتاج تعمل روتيشن مع اللاعبين دي بشكل كبير. هل شايف ان اللعيبه الافارقه كابتن ممكن تكون مواجه معاهم ازمه نفسيه شويه خاصه إيه؟ ان هم خلال فتره التوقف دي قاعدين هنا ما عرفوش يزوروا اهلهم قاعدين والله انا طبعا انا اعذرهم صراحه اعذرهم في الحته دي. لكن الامر كان يعني خارج نطاقنا. لو كنا نعرف ان هو الامر هيطول كده وكان كان في امكانياتهم السفر بدري لكن هو للاسف يعني ما حصلش كده. لكن انا مقدر طبعا ان هم طبعا لازم كان لما ان شاء الله يبقى في توقف كبير كده نقدر نديلهم يعني اجازه يقدروا يروحوا برده يعني يظبطوا نفسهم. عوده الدوري ومعاد الانتهاء هل شايف ده هيلخبط او هيهدد من مستقبل الدوري الجديد والارتباطات الدوليه؟ وده بناء عليه اللي هو في الفتره دي التخطيط اللي هيحطه اللي بقول لك استراتيجيه اتحاد الكوره. لكن الضغط ده انا كل وانا يمكن نقلت وجهه نظر انا حذرت هناك ان عمليه الضغط ديت قد
ينتج عليها كم كبير من الإصابات، لأن اللعيبة المصرية بتاعتنا على الغياب الكبير ده، إذا كانوا هم المؤهلين في أوروبا عدد كبير جدا من الإصابات، فما بالك اللي هو كان في سبات تام، هو ده اللي أنا حذرت عليه. عشان كده كنت رافض رفضا قاطعا عملية الثلاث أيام وال72 ساعة ديت، وسميتها هناك حتى بالكارثية لما ينتج عنه من إصابات. إصابات هتهدد الأندية، لأن الأندية ديت رأس مالها هي اللاعبين. إصابات هتهدد المنتخب في المستقبل، لأن هو بياخد من إحنا بالعد المفترض للمنتخب. تحمل المسؤولية اتحاد الكرة في حل وجود أي سلبيات إصابات تعطيل للمستقبل؟ هو مش هيتحمل فيه، هو كل اللي بيتحمله أنه بيضع استراتيجية وأنه ينفذ الجدول، لكن كل اللي طلبناه في الحتة ديت أن يدينا إحنا إرياحية شوية في عملية المباراة الضغط عشان ما نتضرش، واخد بالك؟ فاقترحنا اقتراح كده، كان اقتراح كابتن حلمي طولان، ان حتى في البدايات بتاعتنا عبال بس ما اللاعب يوصل لفورمة طبيعية ممكن بعدها تضغط، لما الولد مستواه يعلى وان هو يخش تطمئن انت تماما على جميع العناصر بتاعته البدنية الفنية المهارية، ممكن انت ساعتها تضغط مفيش مشكلة. بالنسبة لمحمد الصالح اعتقد ان حضرتك لسه ما شفتوش. لسه شفتوش وانا معايا في التمرين. طيب انا شايف ان في اتجاه من حضرتك ان في هتستغنى عن لاعب افريقي، اعتقد ان هو مقوره. فمحمد الصالح ممكن هو يكون هو اللي هيتضاف للاعب. ما هو للاسف ما نبي رابع لا لا هنضم ولا هنروم، يعني كان مش هنضيف، كان معار. ما هو ما فيش قيد. القيد لما سالنا في الحته دي، هو محمد عنده الاتحاد اجاز له ان هو يلعب في اي وقت، بس بشرط تشيل واحد. امتى تشيل واحد؟ اللي هو ملعبش. ملعبش مشاركش خالص معاك. فاحنا خدنا قرار عشان مكورو مش هيقبله دوره، لكن للاسف عشان نشيله لعب، يعني انا قصدي هو لعب معاك في الفريق، فلا في شيل ولا في حط. لا لا احنا بنتكلم على الموسم الجاي ان شاء الله. انا ما بفكرنيش في الموسم الجاي، انا بفكر في الموسم الحالي. طيب بالنسبه يعني انا دلوقتي كل تفكيري منصب على استئناف الدوري. هي مهمة واحدة فقط. بس ده عشان بس ما اشغلش بالي بحاجة تانية. طيب بالنسبة للوضع ساعتها هيبقى وتقييم حتى، يعني بالنسبة لي إذا ربنا كرمني واستمريت والنتائج اتحسنت هيبقى لي رؤية تانية. الرؤية كمان كنت تضحت بالنسبة لي على كل الناس. ملعبك المفضل يا كابتن اللي أنت نادي شايف النادي المصري ممكن يقدر يكون مرتاح فيه؟ الالعاب اللي هو انا شايف ان هم كانوا بيرتاحوا كتير جدا في اسكندريه صراحه، في ملعب برج العرب حققوا فيها نتائج كويسه وفيها استقرار كويس حتى من ناحيه الاوعاد بشكل كبير، لكن عمليه ان مره برج العرب مره السويس مره الاسماعيليه فيها تشتيت كبير جدا ومجهود كبير جدا وانتقالات كبيره جدا للاعبين. عشان كده ديت ان شاء الله باذن الله تعالى لما نقعد مع مجلس الاداره هنطالب اتحاد الكره ان يحدد لنا ملعب محدد ان احنا نقدر نلعب فيه. بالنسبه للامر الواقع اللي احنا بنتكلم عليه في التوقيت الحالي بتاع الموسم ده، ممكن حضرتك تديني نسبه مئويه لموقف إيه؟ المصري في نهايه الموسم بناء على طموحات جماهيره اللي كانت عايزه تطالب او بتطالب صعب اديك نسبه مئويه. صعب اديك نسبه مئويه، يعني عندنا الكل يعلم طبعا النادي المصري بما فيه مشاكل خاصة مشاكل فنية، فأنا عشان أنا أديك نسبة مئوية لازم أنا أكون أنا بعد فترة الإعداد أنا قد إيه حاطط، يعني ما وصلت إليه من مع اللاعبين، واخد بالك؟ أديك، لكن أنا عندي ثقة في اللاعبين بإذن الله إن هم هيتحسنوا بشكل كبير، لكن عشان أحقق إيه ما أقدرش أقول حاليا في الوقت الحالي. طيب كنا عرفنا ان النادي المصري حصل على توقيع 7 لعيبه مبدئيا لحين فتح مفيش لعيبة دخل النادي المصري خالص او حتى اتفتح معاه، كلها كانت اجتهادات عن طريق النت او حد وقع حد. في تصريح الكابتن عبد الظاهر ان في 7 لعيبه المصري خد توقيعهم لغايه ما نشوف الباب اللي ما اعرفش. ممكن يكون في فوضات حصلت لكن توقيع ما اعرفش. تمام ده. طيب وان شاء الله هتبدا المعسكر انت الخارجي بعد اسبوعين من هنا. المباريات الوديه، ما هو المعسكر هيتخلى له مباريات وديه، لكن مش هتبدا من هنا المباريات الوديه،
هتبقى يعني بدري شويه. بدري شويه تمام. ممكن نعمل حاجات داخليه صغيره لكن الحاجات الداخليه يمكن، لكن مباريات وديه يعني مش مرحلتها دي. تمام. لكن دلوقتي احنا لازم نتفق ان العناصر بتاع الناشئين دولت بقوا عناصر اساسيه في تدريبات الفريق لحين ظهور ناس مميزه فيهم. هو 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 الهدف منهم ان انا الاول اقيمه بالظبط، والكويس هيستمر ومش واللي هو ملوش حظ هيرجع. تمام. في اتجاه ان ممكن تعمل فتره اعداد بدنيه على شاطئ البحر مثلا في مكان مفتوح علشان مفيش مشكله، هنستغل كل العناصر البشريه والماديه احنا دايما بنستغل. اصل انت بتتكلم في عنصر قوه، الرمله دي عنصر قوه تمام، سواء في استغلالها في الجيم او على البحر. احنا دايما بنعمل تنويع من التدريبات عشان اللعيب ما يزهقش، فمنهم هنستغل اكيد طبعا الشاطئ. احنا اتكلمنا عن كل القدره، ولكن هي في قدره واحده هي تقدر تمشي المركب او تعطل، قدره ربنا. القدرات الماليه الانديه بتصرخ كل الناس. والله ربنا سهل يعني، ما ده اولا دور مجلس الاداره، وانا شايف ان هم صراحه بيحاولوا بشتى الطرق ان هو يجدوا حلول لده، يعني بيجدوا حلول. اي نعم هم متعثرين في الحته ديت وبيجدوا مشاكل شويه في الموضوع ده، لكن صراحه هم بيجتهدوا بشكل كبير جدا عشان هو ده دورهم، يعني دور مجلس الاداره ان هو يضع حلول في الحته دي. شايف انه ممكن مع عوده الدوري وربما تظهر بنسبه كبيره جدا مشاكل ماديه لكل الانديه، خاصه ان هم خلي بالك المشاكل دي، هو لما كان في اجتماع مع مجالس الادارات كل صب مشاكله ديت، ودي كانت مشكله رئيسيه عند اللجنه الخماسيه، واعتقد ان هي خدوا الرؤى في الحاجه دي عشان يرفعوا لوزير الشباب والرياضه عشان يبدوا مساعده في حاجه زي كده. طيب حضرتك ممكن تحدد ملعب تاني غير ملعب استاد المنتخب؟ ما فيش غير السويس ده. لا للتدريبات في المرحله الجايه لو بداوا الشغل في الاستاد. وانا ما اعرفش، انا ما قالوا لي في اللجنه الاولمبيه باين او الملعب الاولمبي، ما اعرفش. قالوا لي في الملعب الاولمبي المدينه الرياضيه، قالوا لي محتاج ان تاشيره بس من الوزير ان هم يفتحوا لنا الكلام، اعتقد يعني. لا سهل المحافظ ممكن، ما اعرفش ما اعرفش، لكن هو ده البديل الوحيد، هو ما فيش غيره. احنا بنتكلم على استقلاليه للنادي المصري، يعني حاجه شيء مستقل للنادي المصري. تعرف انت دايما بنحب نقفل على نفسنا، ف اتكلمنا في الحته دي يعني يبقى بديل. طيب اخيرا بقى تحب حضرتك تقول ايه لجماهير بورسعيد؟ اقول اطمئنهم، وان شاء الله باذن الله تعالى احنا هنعمل ما في وسعنا وهنجتهد بشكل كبير عشان نظهر النادي المصري بالمظهر اللي هو يليق به. ايدينا في ايديكم، وان شاء الله باذن الله الدنيا تتظبط باذن الله في المرحله القادمه ان شاء الله. نعتبر ان الفاضل من الموسم ده مرحله انتقاليه لحين بدايه موسم جديد ان شاء الله هيشهد اعداد جيد وطموحات كبيره باذن الله. هو للاسف الموسم الجديد لو بدا هيلتحق مع الموسم الجديد. ربنا على ذكر الامتحان ده، حضرتك كنت قلت تصريح ان قلت لو ساحر مش هيجهز اللعيبه في اول 4 أسابيع 3 أسابيع. طبعا لان المده قصيره جدا جدا، ازاي اجهز لعيبه انا غايب 3 شهور في شهر؟ لان كنت بسمع حد وكمان في 3 أسابيع، يعني قلت انا هعمل ايه؟ انا لو ساحر فعلا انا هجيب منين؟ يعني هعد اللاعبين بدنيا ولا فنيا ولا منافستيا؟ ازاي انا هعمل ايه يعني؟ شاكرين يا كابتن، حبيبي يا حمد، شاكرين يا جدع، شاكرين.